حابين نقول لك احنا شي خمسه الناس غاديين بحكم الشارع بغاو يتصوروا مع واحد العود، بغاو يتصوروا مع داك العود واحد خينا وشي بغاو يتصوروا معاه، بغاو تما غاديين. انا قلت لي ما رصاو يلا عاودوا مشيو، كاين واحد الواحد من العائله راه نتصوروا معاه الخيال العود ديالو. ملي مشيت عند هذا الخيله قلت لي راه الدراري صحابي، صباحه انا بغيت نشرف الدراري صحابي. سمع كاين هذا السيد راه واحد عندهم من العائله عنده عود. عرفتي واحد اللقطه ملي قلت لي فلان، قلت لي راه باغي لما نذكر السميه ديالو، قلت لي فلان راه باغي الدراري يتصوروا فوق هذا العود. عرفتي اش قال لي؟ قال لي انا عندي كاسكات مرض تفتح ونتخشوس منه، ما رضيتش قدام الدراري. ما رضيتش، قلت او هذا كيفاش بقى معني قدام الدراري؟ هاني خلي عرفتي. ومشيت للدار قسما بالله انا رجعت للدار وبقيت كنقول والله حتى ناخذ هذا العود على ود هذاك السيد، والله حتى ناخذ العود. ما عارفش اشناهي هي الركوب. خديت هذاك العود يا ربي وما خديتش هذاك العود. مشيت العام الجاي قلت خوادري محمد كنشكرو حتى هو الخوادري الكبير ديالي والملالي عدو عود. انا ما كنركبش، قلت لي والو غندي معايا هذا العود مولاي عبد الله. المهم تشات واحد البليه واحد شويه هنا كاين جينا، قلت لي والو هذا العود باغي نديه، ما عنديش. قلت لي العود باغي نديه وربي. انا ما عارفش هذاك خونا راه كيركب مع الرئيس احمري المرحوم، كان صراحة ما تدفش على عينيا غير المرور، ما تدفش أحسن موسم حياة ديالي، وكيجمع أصدقاء كل شيء صراحة. الله يرحمه أخو سيدي. والله بي باش عرفت جميع الدراري، بي باش واحد الكمية ديال المنوني. انا نشوف الرئيس هذاك الراجل ما كذبش لك، احسن واحد داز عندي فيه ما كذبش لك سامح. كنت اصدقاء ديالو ما كذبش لك، كتجي ها هو خواتي اقسم بالله العظيم، كتجي ام ديال البشر عندي، كتجي كتبعنا كنجي نريحو. الله يرحمه فهم. هي هذيك انا مني جيت ركبت عاود القصه، مني جيت جبت العود ما عارفش انا جيت ركبت ما عارفش شنو، جيت ركبت حداه بحكايا راكب حدا الرئيس وكل شيء الله يرحمه. كنت حكوا حتى كيجي هذاك خونا اللي قال لي كيركب معاه هو راه هذاك الرئيس الاحمري هو مقدم ديال هذاك خونا. جا ركبت واحد انا اقسم بالله العظيم جبت عاود كي كيقولوا هنا ملكي، عاود دهم مليح جبتو بحكوا راكب. عرفتي اقسم بالله العظيم اللي داير فيا هو لتحت عنده واحد العاود داير فيا، قلت لي بخاطري انت درتي فينا الشوكه يعني. اقسم بالله العظيم ما كذب عليك خويا، هذه هي السبب كيفاش غادي نتبنى بالخير، وراه كاع عارفين الدراري. وكنشكرو صراحة بسببه باش خدينا. المهم كنشكر الدراري كاملين ومرحبا بكم، واللي خسرنا معاه شي حاجة واللي ما رحبناش به مرحبا بكم، وجميع ديال الناس ديال الدكالة راه مرحبا بهم.